برضو من الحاجات الاساسيه جدا اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها اللي هي البيرمننس والديورابيلتي بتاع الليبلز. طبعا المفروض الليبلز دي او الماركنز دي كلها تكون بيرمننت وبرضو تريمين ليجيبل ثرو اوت ذا انتندد لايف اوف ذا اكويبمنت. يعني ما ينفعش ان انا ابقى عندي الديفايس بتاعتي دي في وسط بعد سنتين ولا حاجه وهي متوقع انها تعيش 10 سنين الاقي ان الماركنجز الموجوده على الجهاز ده ما بقتش واضحه. الكلام ده ما ينفعش. او كان في ليبل مثلا موجود والليبل ده دلوقتي بقى فيه حاجات اتمسحت ويعني في حروف موجوده وحروف مش موجوده، فمعنى كده لما اجي اقراه ما اقدرش اقراه. فلازم ان انا ميك شور ان الليبل بتاعي ده هيبقى بيرمننت للفتره اللي انا متوقع ان الجهاز بتاعي ده يعيش فيها. ولازم ان انا ميك شور ان انا يعني في الكونديشنز بتاعت المينتننس وبتاعت الاوبريشن العاديه ما يحصلش حاجه تخلي لي الليبل ده يبقى ما هواش بالبيرمننس بتاعه، ما يبقاش ليجيبل او ما يبقاش موجود اصلا. اوكي، فطبعا بتكلم على الديورابيلتي طبعا بتبقى سبيشال كونسيرن لو كنا بنتكلم على حاجه زي كي بادز او بوش باتنز، لان طبعا احنا بيسكلي احنا لو حد فينا بيبص على الكيبورد بعد شويه بنلاقي ان فعلا ممكن الحروف اللي فيها فعلا تبتدي تتمسح، فدي طبعا حاجه مهمه جدا ناخدها في اعتبارنا في الجزء بتاع الكيبادز اللي هي فيها زراير بتداس كتير. لازم ناخد في اعتبارنا انها لازم تتعمل بشكل يبقى فعلا يعني يسمح انها تعيش الفتره بتاعه اللايف تايم بتاع الجهاز من غير ما يحصل لها اي ديكي. طبعا في نوع من انواع الليبلنج اللي بنسميه اتشد مولدنج، ان انا باجي مثلا على المولد نفسها اللي بتاعت الجهاز نفسها بتاعت البودي بتاع الجهاز نفسه واعمل فيها الليبلز بتاعتي تبقى موجوده فيه بشكل محفور جواها، فدي طبعا بتبقى فيري ريلايبل لان عمرها ما هيحصل لها اي ديكي خالص. يعني دي من نوعيه الحاجات اللي عمرها ما هيحصل لها اي ديتيريوريشن ديورنج اللايف تايم بتاعت الجهاز، فدي طبعا ونيفر بوسيبل ممكن احنا نحاول نعملها. هي طبعا عيبها انها بتبقى الى حد ما بتبقى يعني مور اكسبنسيف، لان هي يعني لو في بعض الاجهزه مثلا بتبقى يعني لازم يتعمل لها مولد خاصه، ولو عايزين نضيف مثلا ليبل جديد بنضطر نعمل مولد جديده ودي مش حاجه لطيفه قوي. وطبعا ما نقدرش نستعمل حاجه زي كده مثلا في كيباد، مش بالسهوله دي ان احنا نقدر نعمل حاجه زي كده، مش هتبقى واضحه برضو قوي. فلها استعمالات ممكن تبقى فيها مفيده بس مش بتغطي طبعا كل الايه كل السيناريوز اللي ممكن نشوفها في الاجهزه الطبيه.